الله الرحمن الرحيم، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. إشارة قوية للرسول عليه الصلاة والسلام أنك إن لم تدرس التاريخ فأنت في غفلة. وعلماء الدين أحصوا القرآن وآياته وجدوا أن تلت القرآن الكريم قصص تاريخي. وأكبر مثال على كيفية التعلم من القرآن الكريم وقصصه أن نفس الظروف اللي ولد فيها سيدنا إبراهيم عليه السلام هي نفس الظروف اللي ولد فيها محمد عليه الصلاة والسلام. كلاهما ولد في قرية تعبد الأصنام، بل أن أبو سيدنا إبراهيم أو عمه آزر هو اللي كان بيصنع الأصنام ويبيعها، وقبيلة قريش اللي كان عايش فيها سيدنا محمد هي اللي كانت بتصنع الأصنام وتبيعها لكل جزيرة العرب. لكن القصص القرآني حكى قصة سيدنا إبراهيم لما اصطدم مباشرة مع عبدة الأصنام ودمرهم أصنامهم الحجرية. سيدنا محمد اتعلم الدرس وقال المواجهة مش هي الحل، ما اعملش زي ما أبويا إبراهيم عمل، لكن أنا حبدأ أهد أصنام الفكر الأول، أعلم الناس وأبدأ من تحت واصبر، إن الله مع الصابرين. أنا مستعجل ليه؟ ده أنا ببني أمة، ده أنا بنور عقول، ده أنا بدعم لدولة ورسالة هتنور الدنيا كلها في كل مكان وفي كل زمان حتى قيام الساعة. ما استعجلش. وقعد كام سنة يا مؤمنين؟ 23 سنة يهد في أصنام الفكر، إلى أن دخل مكة بعد 23 سنة بقى يشاور للصنم بسواك في يده ينزل يتحطم. ما أسهل تحطيم الصخور، لكن ما أعظم وأجل تطهير العقول. وده اللي قام به الرسول عليه الصلاة والسلام لما استفاد درس واحد من القرآن الكريم. التاريخ هو كنز الخبرات، التاريخ هو ذاكرة الشعوب. أنا إنسان من وقت ما ولدت كانت ذاكرتي فاضية صفر، بدأت أتعلم واكتسب خبرات واكتسب داتا ومعلومات لغاية لما كبرت وبقى يتقال فلان الفلاني. لكن لو لا قدر الله حصل وفقدت الذاكرة هرجع تاني جسد إنسان كبير لكن عقلية طفل لسه مولود. فأنا ذاكرتي هي أنا. طب ذاكرة الأمة هي تاريخها، يعني دولة بلا تاريخ، دولة لا تقرأ تاريخها كأنها إنسان فقد الذاكرة. لو مشي في مكان مش هيعرف هو رايح فين ولا جاي منين، والناس هتعصر عليه تايه، يقولوا اسمك ايه؟ يقول لهم معرفش. رايح فين؟ معرفش. جاي منين؟ طب نساعدك ازاي؟ يقول لهم معرفش. يبدأوا يعملوا له إعلان بقى على الحيطان كده، تم العثور على شخص كامل الأهلية لكنه لا يعرف هو جاي منين ولا رايح فين. ينفع يا جماعة نقول على دولة تايهة يا أولاد الحلال؟ دايهة دولة تاهت في وسط الأمم لما أولادها فرطوا في قراءة تاريخهم، زي ما قال مشي ديان مستهترا بالعرب وقال إن العرب لا يقرؤون، وإذا قرأوا لا يفهمون، وإذا فهموا لا يعملون، وإذا عملوا لا يتقنون. أمة اقرأ، اللي ربنا ساب كل كلمات القرآن وبدأ القرآن الكريم بإقرأ، اقرأ اقرأ عشان يبين عظمة هذا العمل. لكن أمة اقرأ أصبحت حقيقي لا تقرأ. التاريخ هو سند ملكية الجغرافيا. أنا والدي ساب لي بيت وعربية، وساب والدتي الله يرحمها، وساب إخواتي، وساب لي مصنع، وقبل ما يموت يا ابني تعالى أنت كبرت، خد الورق ده، ده عقد العربية وده عقد البيت وده عقد الأرض، ودي ورقة زواجي بأمك، وده شهادات ميلادك أنت وإخواتك، حافظ عليهم، لأنه لو ضاعوا منك ممكن يجي واحد في لحظة يزور عقود زيها وياخدهم منك. بالظبط صفحات كتاب التاريخ اللي أجدادنا سطروها بالدماء وبالأرواح وبالتضحية هي دي سنة ملكية الأرض اللي احنا عايشين عليها. بمنتهى البساطة لو واحد قال لي أنا بنيت الأهرامات وأنا اللي عمرت سينا وأنا اللي عشت في سينا وأنا اللي سويت وخليت وأنا اللي بنيت الحضارة، يبقى فاضل إيه؟ فاضل خطوة واحدة إن هو ياخد الأرض. وبعد ما ياخد الأرض ما أسهل إنه ينتهك العرض. ابني في ثالثة ابتدائي قال لي يا بابا هم اليهود بيقولوا ان هم بنوا الاهرامات، هم اليهود كانوا هنا في مصر سنة كام؟ قلت له في عهد الاسرة 18 و19. قال لي طب يا بابا ده كتاب التاريخ عندي بيقول ان الاهرامات اتبنت في الاسرة الرابعة، يعني سنة 2700 قبل الميلاد، والاسرة 18 و19 كانوا تقريبا 1800 او 1700 قبل الميلاد، يعني فاصل حوالي 1000 سنة ما بين وجود بني اسرائيل على وجه الارض وما بين بناء الاهرامات. فين بقى الكلام ده؟ وبعدين الاهرامات اتبنت في مصر الشماليه، ومصر الجنوبيه اتعملت بعد الهكسوس ما غزوا مصر في الاسره ال17، ثم عاشوا فيها حوالي 150 سنه، وبدا المصريين
يبنوا حضارتهم في الأسر ال 18 وال 19 من معابد وغيره في الأقصر. ولما جم يدفنوا موتاهم حبوا يعملوا أهرامات زي جدودهم ما عملوها في الأسرة الرابعة، لكن لقوا شكل الوادي الغربي على شكل جبل كبير وهرم كبير طبيعي، فدفنوا موتاهم جواه وكأنه هرم زي ما جدودهم خوف وخفرع في الأسرة الرابعة من 1000 سنة عملوا. وأعظم مقبرة هناك في وادي الملوك تحتمس الثالث اللي هو كان من أعظم ملوك مصر واللي توسعت مصر في عهده لحجم الإمبراطورية الضخمة جدا اللي بيذكرها التاريخ. مصر أكتر من مرة اتحكمت في العالم كله وحكمت العالم كله وكانت إمبراطورية كل الدول بتحترمها وبتقدم فروض الولاء والطاعة. في عهد تحتمس الثالث مرة، وفي عهد رمسيس الثاني مرة، وفي عهد محمد علي مرة. محمد علي اللي كل دول العالم تجمعت عشان تكسر له الجيش بتاعه لأنه كان هينطلق ومحدش هيقدر يوقفه، لأنه عرف سر الجندي المصري وفك رموزه وعمل منه جيش محدش قدر يوقفه فعلا إلا تحالف دول أوروبا كان إمبراطوريات كاملة. في المعجم أمصار يعني بلاد، مفردها مصر، يعني مصر هي البلد. اشتق اسم البلاد نفسها من اسم مصر، لأن أول من سكن أرض مصر كان اسمه مصرايم وهو حفيد سيدنا نوح. وكلنا يعلم أن سيدنا نوح بعد الطوفان نجا معاه من أبنائه 3، سام سكن آسيا، حام أفريقيا، يافس أوروبا. أفريقيا عاش فيها حام وخلف أبنائه دول منهم مصرايم. مصرايم ده اللي عمر وسكن أرض مصر، فنشأت هذه الدولة على اسم مصرايم. وكان ليها من مكونات الدولة أن هي تنشأ بسرعة، فبدت ظاهرة في وسط الدول كأول حاضرة في الدنيا بعد الطوفان سيدنا نوح، وسميت مصر على اسمه، وأصبح الاسم يشتق منه أسماء الدول بعد كده، سميت في اللغة العربية أمصار من اسم مصر. يعني يا ابني فعلا والله مصر هي أم البلاد وهي أم الدنيا، ودي حقيقة. يعني أنا الموضوع يتقبل إن احنا نبقى إيد واحدة النهاردة ونبقى بكرة مش إيد واحدة، لا يا ابني ما ينفعش. تعال نعرفك بقى يعني إيه جيش ويعني إيه شعب ويعني إيه شرطة ويعني إيه دولة. الصورة اللي قدام حضراتكم فيها شاب مدني بيحتضن جندي. لو الصورة دي اتكررت تاني السنة دي هنلاقي إن الجندي ده تسرح طلع من الجيش، والولد الملكي أو الشاب الملكي ده دخل الجيش. طب مين فيهم بقى دلوقتي الشعب ومين فيهم الجيش؟ وأنا بعمل الكلام ده في مراكز التدريب بقول لهم بعد ما بعرفهم بنفسي، انتوا يا رجاله من اسبوعين كنتوا ايه؟ بيقولوا لي احنا كنا شعب. اقول لهم طب ودلوقتي انتوا ايه؟ بيقولوا لي احنا بقينا جيش. اقول لهم طيب لما تخلصوا الخدمه ان شاء الله في الجيش بسلامه وتطلعوا تاني، يقول لي هنبقى شعب. طب لما قامت حرب او استدعيناكم عشان تتدربوا هنبقى جيش. طب بعديها هتبقوا ايه؟ قلت لهم انتوا مش شايفين ان انتوا كده يعني ما انتوش عارفين انتوا جيش ولا شعب. فالولاد وبمنتهى الذكاء الفطري اللي مشهور بيه المصريين بيردوا على هذا الكلام بان هم بيسقفوا، يعني الرساله وصلت. يعني احنا ما فيش حاجه اسمها جيش. في شعب ليه جيش، في شعب ليه شرطه، في شعب ليه اطباء، في شعب ليه مدرسين، في شعب ليه كل المهن، ولا نزكي اي مهنه على مهنه. في ناس بتعتقد ان قوه الدوله هي قوه الجيش. يعني هم قاعدين بيقولوا ان مصر عشان نقول ان مصر دوله قويه انتوا الجيش. فدايما قرايبي يقولوا لي ايه اخبار البلد ايه؟ اقول له هو اخبار البلد ايه؟ احنا حرس على السلاح بتاعكم. ايه اخبار انتوا الناس ولادكم ربيتوهم عشان يقبلوا يستشهدوا؟ ربيتوهم على فضل الشهاده؟ ربيتوهم على حب الجهاد؟ اذا نادى منادي الجهاد انا بالنسبه لي تمام، مفيش اي مشكله، سلاح متصين وجاهز والمعدات متطوره وبنتدرب عليها وبنعمل تعبئه كل شويه وبندرب الناس ونسرحهم تاني. بس انت أرجوك ما تأثروش في الواجب عليكم في البيت وفي المدرسة وفي المسجد وفي الكنيسة، لأن الناس دي هتجيلي هحارب بيهم وقت الحرب، مش إحنا اللي هنحارب في وقت الحرب، إحنا نسبة بسيطة جدا من جملة اللي هيحارب. من عملكم سلط عليكم، ولا المقولة اللي بتقول إذا صلح الراعي صلحت الرعية؟ والله أنا ربنا سهل لي وحليت هذه المعادلة. قلت الله أي دولة مكونة من أرض وشعب وحكومة، وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا وقال لنا يا شعب يا ناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. أدي العلاقة بين الشعب والأرض. يعني يا ناس لو العيشة ضاقت عليكم والفول والقمح اللي كنا بنصدره للعالم كله قبل كده الأرض ضنت عليكم بيه، اعلموا أن هذا الفساد من أعمالكم أنتم، يعني أنتم اللي بتفسدوا أرضكم. ممكن تطرح
أو ما تطرحش، ولو طرحت أبعت الجراد ياكله أو الدود ياكله أو ما باركش فيه. طيب إيه علاقة الشعب بالحاكم؟ ربنا قال إن هو اللي بيؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وقال في حديث قدسي إنني أنا ملك الملوك وقلوب الملوك بيدي، إذا أطعتموني جعلتهم عليكم نعمة، وإذا عصيتموني جعلتهم عليكم نقمة. فلا تنشغلوا بسب الحكام، ولكن انشغلوا بطاعتي وعطفهم علي. أدي العلاقة ما بين الشعب وأرضه والشعب وحكومته. يبقى المسألة واضحة جدا، يبقى الاتنين صح، من عملكم سلطة عليكم صح، وإذا صلح الراعي صلحت الرعية. لكن إمتى بقى؟ لما نبدأ نبني صح. إحنا لما بنيجي نبني عمارة بنبني من تحت لفوق، ولما يكتمل البناء وأساس على قوة نبدأ مرحلة التشطيب. فمرحلة البناء دي لازم اللي يقوم بها الشعب، ويبني على نظافة، ما يبنيش على أساس ضعيف. وأول ما نوصل للقمة شعب قوي متماسك مترابط، مفيش اتنين بيكرهوا بعض، مفيش فرقة لأي سبب طائفي أو لون أو لغة أو حضر أو مدني أو فلاح أو صعيدي أو غيره، دي تدي قوة بشرية للدولة. من هنا يبدأ مرحلة التشطيب، يجي الحاكم الصالح ينزل من الدور الأخير يشطب، آدي عدل، آدي مساواة، آدي حرية، آدي كل المعاني الجميلة اللي الشعوب بتطلبها من حكامها. اتحلت المعادلة ولقيتها معادلة من الدرجة الأولى، لا فيها تكلكيع ولا فيها إكس تربيع، سهلة خالص، 1+1=2. لو انصلح حنا ربنا هيصلح لنا حال الأرض، ما تصلحش حنا هيفسد علينا أرضنا، لو اتصلح حنا ربنا هيفسد علينا هيصلح لنا الحاكم، اتفسد حنا هيفسد لنا الحاكم. معادلة سهلة، احنا زي ما بيقولوا كده الكرة في ملعبنا احنا. إذا كنا قمنا بثورة وغيرنا الأنظمة لم نغير أنفسنا، كل واحد لازم يغير نفسه ويبدأ بنفسه، وما يقولش الدنيا كلها ظلمة حواليا وأنا هعمل إيه لوحدي، مالكش دعوة. لا تلعن الظلام الكثيف، ولكن أوقد شمعة، شمعة هتنور لنفسك وتنور للي حواليك، وتعلم إن كل واحد يعمل زيك، لو كل واحد ولع شمعته مش هنقعد في الظلمة، مش هنقعد نلعن في الظلام الكثيف. القوة البشرية اللي هو إحنا، لكن إمتى تبقى القوة البشرية؟ لما يكون عندها أخلاق ومبادئ. الرسول عليه الصلاة والسلام لخص رسالته كلها، وسيدنا عيسى عليه السلام لخص رسالته كلها، ده في كلمة وده في كلمة، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وسيدنا عيسى قال إذا ضربك قمة التسامح، إذا ضربك حد على خدك ده اديله خدك، قمة التسامح النظري اللي احنا يمكن ما نتقبلوش دلوقتي، لكن بيعبر كرمز لقمة التسامح والأخلاق الكريمة. هي دي الأخلاق والمبادئ والقيم اللي لابد تتحلى بها الشعوب عشان تبقى لها قيمة، وإلا هيبقى ملهاش قيمة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال توشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعد. قالوا أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكن كغساء السيد، زي الزبد كده بتاع الشلالات. طب ليه يا رسول الله؟ قال لأن الله سينزع مهابتكم من قلوب أعدائكم ويقذف في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هي دي القضية اللي احنا بنتكلم فيها النهاردة. كل شهيد من دول اكيد ما كانش بيحب الدنيا، ده اكتر حرصه كان على الموت. قالوا لهم افطروا انتوا صايمين وفي حرب، افطروا. قالوا لهم لا مش هنفطر، انا مش رايح احارب، انا مش هقعد اصلا صايم، ده انا هعبر، انا رايح عشان اموت في القناة قبل ما اعبر، او لو عبرت هموت وانا برفع العلم، او يعني انا هلقح جتتي كده عشان اخد درجة الشهادة دي، الجايزة الكبرى. وصلت بيهم هذه الدرجة من القناعة بفضل الشهادة، واحنا بدأ الوهن يصيب قلوبنا. عبقرية المكان بمنتهى البساطة، العالم القديم اهو، مصر هي سرة العالم القديم، قلب العالم القديم. الغرب بلاده برد بس ما فيهاش موارد طاقة، موارد الطاقة موجودة في البلاد الحر. فسبحان الله، لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لو ما كانتش أسوان بترتفع عن اسكندرية 111 متر ما كانتش مية النيل وصلت لنا، لو ما كانش البطارية فيها قطب موجب وقطب سالب ما كانتش العربية دارت. فأدي الأقطاب، ربنا جعل الأرض أقطاب، أدي قطب غربي بيحتاج لحاجات من القطب الشرقي، وقطب جنوبي بيحتاج للشمالي. نبص لحركة العالم كله في النهاية ما تجيش غير عن طريق مصر، ودي عبقرية المكان وهبة منحها ربنا ليها.
الغزاة كلهم كانوا طمعانين في موقع مصر. الحيثيين لما هجموا على مصر ايام تحتمس الثالث كانوا طمعانين يهدوا الامبراطوريه المصريه ويقهروها عشان يتحكموا في موقع قناه السويس النهارده، وعملوها مره ثانيه مع رمسيس في موقعه قادش، وقبليهم الهكسوس احتلوا مصر عشان ياخدوا خيراتها. ادي ملخص معارك العصر القديم، وادي دوله مصر في عهد رمسيس الثاني. في العصر الاسلامي معارك الفتوحات الاسلاميه ونشر الاسلام في القاره الافريقيه كله، لما مصر دخلت لقوه الاسلام وزادته فضلا بدخول الجنود المصريين الى الجيش الاسلاميه. ثم موقعه حطين اللي طرد فيها الجيش المصري الغزاة المعتدين من اوروبا، اللي اعتبروا ان هم في حملات مقدسه وعملوا لنفسهم رمز الصليب، ولكن هي كانت في الواقع حملات احتلاليه استعماريه اغتصابيه. معركه عين جالوت اللي المصريين فيها قهروا التتار، التتار اللي احتلوا الصين وهي شبه قاره، التتار اللي احتلوا دول الاتحاد السوفيتي الحالي وهي اكتر من دوله في اسيا، التتار اللي قهروا الدوله العباسيه وهي دوله خلافه، يعني جيش العباسي كان جيش خلافه وليس جيش دوله بغداد، دوله العراق بس، كان مجمع جيوش الدول العربيه والاسلاميه، وقهرت شمال الجزيره العربيه وخدت الشام كله، وجه كاتبوغا هنا مصر وقال لو حبيت اكلم مصر اكلم مين؟ وكانت مصر في اوهن حالتها، وكان في تصارع على الحكم، ومات اقطاي ومات ايبك وماتت شجره الدر، وبقت مصر من غير رئيس وما كانش لها جيش. طلع بطل من ابطال مصر اللي ما اكثرهم، وانا متاكد ان هم موجودين في وسطينا دلوقتي، ومصر لن تعدم الرجال، ومصر لن تعدم البطوله، ومصر لن تعدم الفداء، ومصر ولاده زي ما احنا بنقول في الفلاحين. طلع واحد منهم اتربى، هو مش مصري لكن اتربى في مصر وشرب من نيل مصر، فنال شرف ان هو يبقى مصري، وقال انا كلمني انا، وانا ما اعرفش مين معايا ومين، وبدا بناء جيش. هذا الجيش قابل التتار قضى عليهم في التاريخ، لم يذكر للتتار ذكر بعد ما وجهوا الجيش المصري في موقعه عين جالوت. تاريخ طبعا المعاصر معروف، حرب 48 و56 و67، حروب طويله خاضتها مصر، والغزاة مش سايبيننا في حالنا، وحتى النهارده بيغزونا بس بشكل جديد، بشكل ثقافي، غزو فكري، غزو أخلاقي. قالوا لن نقاتل المصريين مرة أخرى لما لقيناهم في أكتوبر بيعملوا المعجزات، لكن سنجعل من المصريين شعب غير قادر على حمل السلاح. ولعبوا على فئة الشباب وقالوا الكأس والغانية خير من 1000 مدفع، وده مثل يهودي معروف، الكأس والغانية، الكأس من أول السجاير لغاية المخدرات اللي بتتشم، والغانية النهاردة الفضحيات زي ما شيوخنا بيسموها بسم الله ما شاء الله، عدد لا يحصى من القنوات الفضحية اللي زي ما بيقولوا كده ما يتلبس عليها هدوم. قلت لهم على الحديث بتاع خير أجناد الأرض، وللحقيقة أنا سألت أحد الشيوخ قال لي الحديث ده ضعيف. يا سيدي ماشي ضعيف، لكن كل اللي أنا قلته مش ضعيف، التاريخ واللي قاله مش ضعيف، إن مصر خير أجناد الأرض فعلا، وادي الرسول بيوصي عليهم. بيوصي عليهم ليه؟ أم مصرية، ده احنا اخوال الرسول عليه الصلاه والسلام، احنا اللي امننا عيسى لما كانوا اليهود والرومان عايزين يقتلوه، واحنا اللي نشا بينا موسى. في حد يزايد على مصر؟ ما حدش يزايد على مصر. لماذا جند مصر هم خير اجناد الارض؟ كل المعارك اللي احنا قلناها دي خاضها الجنود المصريين. طب وايه كمان؟ تعالوا شوفوا ومضات من بطوله الجنود المصريين. حصلت نكسه 67 يوم 1 و2 يوليو، بعد النكسه على طول وقفت فصيله مشاه قصاد سرية مدرعة إسرائيلية مدعمة بالطيران، وثبتتها ومنعتها من احتلال بور فؤاد حتى تم تحرير سيناء بالكامل. بور فؤاد لم تحتل طوال الست سنوات بتوع الاستنزاف. وإيه كمان؟ يوم 30 يونيو طلع الطيران ضرب الزوارق اللي نزلتها إسرائيل في القناة عشان تثبت حقها في الملاحة في داخل قناة السويس، على اعتبار إن ده وضع دائم وهتقتسم نصف إيرادات القناة ما بينها وما بين مصر، فبتثبت حقها بالزوارق دي. طلع الطيران اللي قلنا ده مات، طلع إنه ما ماتش وضرب يوم 30 يونيو، ويوم 14 و15 دخل سينا وضرب تكديسات الأسلحة بتاعتنا اللي استولت على إسرائيل عشان يحرمهم من استخدامها ضدنا. يوم 21 أكتوبر طلع لطفي جد الله النقيب، والنقيب لطفي احمد شاكر، وخدوا لانشين صواريخ وشافوا مدمره كامله عليها قوه بشريه وقوه تسليحيه رهيبه، وقالوا احنا هنطلع نستشهد، احنا تهون علينا الحياه ولا ان احنا نشوف هذا المنظر وهم بيذلونا. وطلعوا وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، ضرب الصاروخ
دمر المدمرة، وجات يافا تنقذ الجرحى والقتلى، اتدمرت هي كمان وقلبت الموازين الاستراتيجية العسكرية في العالم كله. العالم قال يا جماعة احنا حساباتنا كانت غير كده، الأكاديميات بتحسب المباريات وحسابات القوة، المدمرة تدمرها مدمرة. أما المصريين قلبوا هذه الموازين، إزاي لالش صواريخ يدمر مدمرة يا بحرية؟ يا بحريات العالم، احنا بحرية مصر ردت وعلمت الدنيا كلها هذا الكلام. طيب نيجي للبطل الشهيد عبد المنعم رياض، في 69 ضرب المثل والفداء. نيجي للدفاع الجوي، دخل بصواريخ طولها 12 متر وعمل كماين في وسط الزراعات عشان طائرات الاستطلاع الامريكيه اللي كانت بتساعد الاسرائيليين. وقعوا طياره الاستراتو كروزر، وجه بعد الحرب الروس نفسهم اللي صنعوا السلاح ده جم قعدوا معانا وقالوا عملتوها ازاي؟ احنا مصنعين السلاح ده عشان يبقى ثابت، ازاي استخدمتوا صاروخ بالحجم ده وزمن اقامته قد كده وفكه قد كده وعملتوا بيه كمين؟ المفروض الكمين ده بيبقى على عجل، عربيات متحركه، انتوا صنعت المعجزات. وجم الروس اللي صنعوا السلاح يتعلموا مننا هما هيستخدموه ازاي بعد كده ويغيروا الكتالوج بتاعه ازاي بعد كده. عملوها الوحوش في ايلات المينا، وعملوها الوحوش البحريه في الحفار اللي كان جاي يدور على البترول في سيناء، وبطولات كتير. انا يعجز ذاكرتي دلوقتي وهذا الموقف اللي انا واقفه ان انا اتذكر كل هذه البطولات. وتسالني بعد كده جند مصر هم خير اجناد الارض؟ اه خير اجناد الارض، ملائكه بتحارب معاهم. وناس كتير قالوا في اكتوبر ان الملائكه حاربت مع المصريين، قالوا الله اكبر. واليهود قالوا لهم عندكم مانع مائي، لو عدتوه هنرمي لكم نبلم يشوي السمك في الميه مش يشويكم بس. وعرض 220 وإيش طيارات رايحه جايه وإيش مد وجزر، ولو عدتوه يعني ده اذا فرض وعدتوه عندكم بقى ايه، استلموا بقى خط بارليف، ارتفاع من 16 ل 22 متر، درجه ميل من 50 ل 70 درجه، وفي حاجة و30 موقع حصين مليانين أسلحة. من الآخر يا مصريين أنتم محتاجين قنبلة ذرية، لكن المصريين لما قالوا الله أكبر ما كانوش محتاجين للقنبلة الذرية، قالوا الله أكبر وهانت عليهم روحهم، عبروا المنع الأولاني وخدوا المنع الأولاني دلقوه على المنع الثاني ونزلوا هما الاثنين مع بعض وعبروا المصريين. خير أجناد الأرض ولا لأ؟ يا ابني والله هما خير أجناد الأرض، والله حقيقي. واسألوا نفسكم ليه المصريين كتير؟ ليبيا 6 مليون، ليه المصريين كتير؟ الأم كانت بتخلف 15 عيل، تقول 10 منهم يموتوا في الحرب وخمسة يساعدونا أنا والراجل في الغيط. مكانة مصر بقى اللي لا تقبل المزايدة من أحد. مصر ذكرت في القرآن 5 مرات. طب نشوف كده، يعني في دولة تانية ذكرت تاني غير مصر؟ ولا دولة. ولا دولة يا مؤمنين ذكرت في القرآن إلا مصر. طب والإنجيل كمان؟ آه. والتوراة؟ ده التوراة والإنجيل كلهم ذكر لمصر. طب ما إبليس ذكر في القرآن. مصر خير، هناك بيقول إبليس وحش، هنا بيقول مصر قبلة، يعني الناس كلها بتجيلها، هي قبلة البشرية. النهاردة السوريا اللي بيحصل فيها، السوريين راحوا فين؟ ليبيا واللي بيحصل فيها، السوريين راحوا فين؟ الليبيين جم فين؟ جم عندنا، لأن مصر هي القبلة، هي الحض. صدقت يا ابني ان هي الام ولا لا؟ مش الام دي اللي لما بنغلب خالص وتضيق بينا الدنيا بنروح نترمى في حضنها؟ سوريا سابوا بلادهم وجوم عندنا، وليبيا سابوا بلادهم وجوم عندنا، وكل الدول مقرها في النهايه وقبلتها وبلدها التاني هي مصر. مصر هي الكرم اللي اكرمت يوسف اللي جم بعد كده احفاده ويقابلوا هذا الكرم بهذا الجحود ويقولوا لا دي الارض بتاعتنا عشان عشنا عليها. مصر هي الامن، مصر هي الملك. وانا خدت بقى قوس مشترك، مصر خير وقبله وكرم وامن وما في كلام بعد كده يا جماعه. مصر ذكرت حوالي 30 مره لاحداث واماكن فيها ليس ذكر مباشر مصر، برضو في منافسه ورقم قياسي ما حصلش في اي دوله تانية ولا اشاره حتى لاي دوله تانية. مصر في الحديث الشريف، وادي سيحان وجيحان والفرات والنيل كله من انهار الجنه، وده حديث صحيح عشان كده. يعني ايه الكلام ده يا فندم؟ ايه ده يعني نهر النيل من الجنه؟ اه يا ابني ازاي يعني في الارض وفي الجنه؟ البيت المعمور في السماء بتحج له الملائكه، والبيت المعمور في الارض بيحج له البشر. نهرين في الجنه سيحان وجيهان بيروا اهل الجنه ويناظرهم في الارض في المكان او المنزله النيل والفرات. عشان كده اليهود بيقولوا ان احنا ابناء الله واحباؤه، اما باقي البشر فهم كائنات خلقت لخدمتنا احنا،
فاحنا الاولى بالارض المقدسه الطاهره المحصوره ما بين النهرين النيل والفرات. عرفت ليه يا ابني؟ بيقولوا اسرائيل الكبرى وحلمهم الكبير اللي هو بين النيل والفرات، مستندين على الكلام اللي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام شرف وكرم به مصر. حجاج بن يوسف اوصى احد الولاه كان متعين على مصر وقال له الكلام اللي يعني ما يتقالش بعده كلام بصراحه. ومشهور الحجاج بن يوسف ان هو رجل حازم صارم، ولكنه كان فقيه وعالم، كان بيخطب ويؤم الناس بافصح الكلام، لكن كان لما يلاقي راس تشرئب يقطعها وبمنتهى القوه والحسبه برضه. قال ايه عن مصر هذا الرجل؟ وتقي فيهم ثلاثا نساؤهم فلا تقربهم بسوء والا اكلوك كما تاكل الاسود. ومعروف ان الغيره على العرض هي من صفات الرجال، فكنا نختص بهذا الوصف يبقى المصريين هم ارجل بشر. ارضهم والا حربتك صخور جبالهم. وليه لا؟ الارض المقدسه اللي شافت نور ربنا، الارض المقدسه اللي صوت ربنا جلجل فيها اثناء ما كانت التوراه بتنزل على سيدنا موسى تكليما وليس وحيا. الارض اللي شرفت بسجود سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام على ارضها في رحله الاسراء والمعراج. الارض اللي شرفت بزياره معظم الانبياء. ليه لا؟ دينهم والا احرقوا عليك دنياك. طول عمر المصريين متدينين. المصريين فلاحين عاشوا على الزراعه، حطوا البذره واستنوها لما تبقى شجره، تعلموا الصبر والحلم والاناه، وشافوا عظمه ربنا في الكون، فمتدينين بطبيعتهم وكرماء بطبيعتهم، لانهم بيرموا الحبه تطلع 700. كرماء وحلماء وطيبين. لكن خلي بالك، اتقي شر الحليم اذا غضب، وهم صخور في جبل كبرياء الله تتحطم عليها احلام اعدائهم واعداء الله. قالوا عن مصر، ودي مقتطفات من كم ضخم جدا، المصريون كالرمال المتحركه، قد تظن انك تستطيع ان تمشي عليها وتدوسها، لكن احذر لانك لا تعلم متى ستبتلع. مصر ترى ولا ترى. للاسف العالم كله شايف قيمه مصر واهلها او جزء من اهلها اللي احنا عايزين نعالجهم، وعايزين نشوف هنمد لهم ايدنا ازاي، وازاي نوحد كلنا شعور المصريين. العيل ينزل من بطن امه ويقول مصر. عايزين نوحد اتجاهنا عشان ما نبقاش زي ذرات الضوء المتصارعه، عايزين نبقى زي الليزر. هذا الباور بسيطه جدا لكن متوحده الالكترونات، فبتعمل هذا الشعاع اللي بيوصل لمسافات طويله. احنا عايزين نوحد المصريين كده زي شعاع الليزر الماضي القاطع القوي. المصريين كالمارد النائم. وهنا هتستوقفني جمله، هذه الجمله، لان المتضادات لما بتجتمع في جمله واحده يبقى في هنا دلاله على العظمه والمعجزه. ليه؟ الميه والنار متضادات ولا لا؟ تعالوا شوفوا المياه مكونه من ايه. المياه مكونه من H2O، يعني 2 هيدروجين وواحده اكسجين. الاكسجين والهيدروجين اكثر الغازات في الطبيعه مساعده على الاشتعال. ربنا بعظمته وبقدرته عملهم ميكس مع بعض بقوا مياه هي اللي تطفي النار. يعني كل عنصر لوحده يساعد على الاشتعال، وهما الاثنين لما ينضموا لبعض. دايما المتضادين في الجمله لما بيتقابلوا بيدوا ان في هنا اعجاز. ثم كمان المتضادين اللي بيولعوا ضمناهم بقوا يطفوا. تعال بقى، عدو الانسان والكائنات الحيه النار، لان ربنا قال العذاب بتاع الكائنات الحيه او عذاب الانسان هو النار، عدو الكائن الحي. تعالوا بقى شوف مين الانسان او الكائنات الحيه خلقت من ايه. وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني خلى من الماء كل شيء حي، وخلى كل شيء حي عدو النار. والميه اللي مخلوق منها كل كائن حي هي عدوة النار. ايه القدره دي؟ ايه العظمه دي؟ ده التقاء المتضادات. فالمصري مارد، كلمه قويه جدا، لكن كسول. هو احنا كسول. للاسف انا لما دورت في اصل كسل المصريين لقيته كده. المصري فلاح بيزرع ويقعد جنب الشجره يغني الوهيبه ويمص قصب ويقشر سفندي ويقعد استنى الزرع 3 شهور 4 شهور، والخير في البيت كتير، ايش حمامه وايش بطه وايش وزه، وادي مواشي بتحلب وادي سمن وادي خير كتير ملوش حصر. مش مستعجل على حاجه، عشان كده نلاقي حتى الفلاحين هما بيتكلموا بالمط كده، واخد راحته. ليه؟ مش مستعجل. مستعجل على ايه؟ اللي بيخلص النهارده يخلص بكره، يخلص بكره يخلص بعده، وهكذا يعني. ليه بندافع عن سينا؟ سينا بقى يعني ردا على الاخ اللي بيقول ان احنا عايزين بقى نرجع سينا لاصحابها،
سينا لوحدها نزل فيها آيات. العظيم أقسم بسينا، والعظيم لما يقسم بيقسم بعظيم برضه. ربنا أقسم وقال والتين والزيتون، إشارة للمسجد الأقصى فلسطين، وطور سينين وهذا البلد الأمين مكة المكرمة، وجعل مصر درة في وسط درتين هذا المثلث المقدس. وفي بعض الناس بتفسر هذه الآية إن الثلاث مواضع موجودين في مصر، لكن أنا أميل للتفسير الثاني واللي لا ينقص شيء من قدر مصر برضه. ربنا كلم سيدنا موسى على أرض مصر وقال له يا موسى في الوادي المقدس طوى، قال نعم يا رب، مين بينادي؟ إني أنا ربك. أول كلام يا موسى اخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس، لا قال له روح لفرعون بقى، ولا قال له أنت هتبقى نبي، ولا قال له أنا اللي أنقذتك. أول كلام بينا يا موسى قبل التوراة وقبل أي حاجة، خلي بالك أنت دايس على الأرض المقدسة، اخلع عن عليك، امشي حافي لأن دي أرض مقدسة. لم يؤمر محمد عليه الصلاة والسلام إنه يمشي حافي حوالين الكعبة، ولأن إحنا النهاردة عملنا حوالين الكعبة مسجد، فتعظيما وإجلالا وتطهيرا للمكان بنخلع المداس بره، لكن لم يؤمر بشر بإنه يخلع الحذاء في أرض تقديسة. ملحمة بطولية تشترك فيها القوات المسلحة المصرية والشرطة المصرية، وظاهرها الشعبي هو أوركسترا الشعب المصري، أوركسترا ومؤسسات ووزارات المدنية لهذه الأوركسترا من المصريين. هذه الملحمة الوطنية تعزف أنشودة الحياة، تعزف أنشودة العزة والكرامة بأدوات أفرع وإدارات القوات المسلحة المصرية بمختلف تشكيلاتها التعبوية وقواتها البحرية والجوية. هذه الملحمة تعزف بهذه الأدوات على السلم الموسيقي لكافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية بمختلف منافذها البرية والبحرية. أما أوركسترا الشعب المصري فيقرأ كل يوم صباح بشغف النوتة العسكرية للمتحدث العسكري، الله على التعبير الجميل، شحن البطاريات الخاصة بالمصريين، الثقة في النصر والأمل في المستقبل، الثقة في نصر هؤلاء الشرفاء من الجيش والشرطة خير أبناد الأرض، والأمل في المستقبل المتمثل في المشاريع القومية التي تبنى اليوم داخل أرض الفيروز. هذا تعريف بسيط جدا للعملية العسكرية الشاملة إذا أردنا أن احنا نحطها في القطر. احنا ادينا تعريف، طب ماذا عن وصف العملية دي؟ نعم. شخصية مصر، شخصية مصر كما ذكرها جمال حمدان رحمة الله عليه برجينسكي مصر إذا جاز التعبير. نعم. وزن مصر وثقلها، قيمتها وقامتها، حجمها ومجرها، قوتها وقدرتها. هذه هي شخصية مصر. لو تلاحظ حضرتك كده أننا استخدمت أربع مصطلحات صحيح. تبدو أنها مصطلحات رياضية، وزن، قيمة، قوة، حجم، مش كده؟ يبقى هي شخصية مصر هي معادلة رياضية. طب ما هي وحدة القياس لهذه المعادلة الرياضية؟ هي القوات المسلحة المصرية صح. هي وحدة القياس لشخصية مصر. أما عن الشخصية المصرية فهي الذات الوطنية والشخصية القومية تتجسد الآن في هؤلاء الوحوش صح. اللي موجودين في سيناء يتحلوا بالذات الوطنية والشخصية القومية.